اهلا وسهلا بيكي. طبعا في فن ده عشره فوق ال 15 سنه احنا مع بعض، يعني مش عايزين نفتح في الموضوع ده كتير عشان يعني هو يعني كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر وليه دايما اراءه هو، فعمر الناس ما هتتفق على راي واحد، انما هو الاكيد مليون في الميه انه المركز اللي الاهلي وصل له مركز مهم جدا، ومركز ثالث ده وبرونزيه كاس عالم انديه دي حاجه مش قليله، واحنا خدناها قبل كده من فتره طويله، فهي كانت مهمة للجيل ده، هو يعني هي كجائزة مهمة للجيل ده بعد الفوز بأفريقيا وكأس مصر والدوري، وممكن تكون المكاسب اللي من وراه يعني الفيدباك بتاعها هيبقى مهم مع لعيبة كتير جدا أخذت ثقة في البطولة دي، واحتكاك مهم لأنه احنا كنا متعودين في الفترة اللي قبل كده مع الأجيال اللي قبل كده في ماتشات دولية كتير، يمكن الجيل ده ما حضرش قوي أو ما لعبش قوي الاحتكاكات دي، فأكيد حاجة مهمة، إنما موضوع بقى إنه يكسب أو ياخد البطولة أو حظ أو مش حظ، أنا بالعكس أنا عايز أقولك إن الأهلي حظه كان وحش جدا، لأنه الأهلي لو ما كانش بايرن ميونخ هي المباراة التانية ليه، لو أي فرقة تانية من المشاركين الأهلي كان وصل النهائي، بالعكس ده هو من حظ الأهلي الوحش إنه بايرن هو كان الماتش التاني، يعني بشوف إنه هو دايما في الأول في الآخر هو اللي عينه على اللعيبة في التمرين، هو اللي شايفهم أكتر مننا. انا عندي بعض الـ يعني الكومنتات بس كده على غياب بعض اللعيب او انه بيبداوا ساعات في التشكيل وبعد كده يرجعوا ما يبقوش موجودين فجاه لعيبه تانية بتاخد الثقه دي ويلعبوا، لكن هي في الاخر واقفه ان هو بيشوفهم في التمرين، مفيش حد اكيد عايز يعني يخسر، اكيد هو شايف اللعيب الاجهز، فكره الاستقرار بس على التشكيل هي دي اهم حاجه، وان كان في اصابات بتحصل وكورونا بالذات فاخرت الموضوع شويه، لكن بشكل عام انا كجمهور احنا تعودنا في الاهلي كده احنا بنسبورت في الاخر الفرقه ومجلس الاداره وبنسبورت الكيان نفسه مش اللعيبه، يعني في فرق ما بين جمهور السوشيال ميديا والجمهور بشكل عام، جمهور السوشيال ميديا متحمس جدا ورد فعله سريع، وهتلاقيه زي ما بيسخن جدا هتلاقيهم برضه بيسبورتوا جدا وقلبهم على الفرقه جدا، اكيد ده الدافع، لكن طبعا لما بتوصل لسخريه ده مرفوض بقى، ده للاسف حاجه موجوده على السوشيال ميديا مش بس في الكوره ومش في جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك وفي كل حته، وفي ظاهره دايما انه بقى في تناول للشخص نفسه، ده ما ينفيش ان مروان بقى له فتره طويله واخد فرص كتير جدا ومداش بحجم انه مهاجم النادي الاهلي، ممكن يكون في اصابه اخرته ممكن يكون في حاجات كتير جدا، لكن هي ناس دايما بتقيسها انه في لعيبه جت ما اخرتش الفرص بتاعته، يعني فاهمه في ناس ما تصبرش عليها قد ما تصبر على مروان، ده قصدي يعني، لكن في الاخر مروان راجل لعب منتخب مصر واخد بطولات مع النادي الاهلي وراجل برضه هو المفروض ان راجل محترف ومتحمل الضغوط دي، في بعض الناس كانت شغله بالها باحمد، فانا ما شغلتش بالي بيه، هو يعني هو راجل شاغل باله بيا ومصمم يعمل حاجات من خياله او يجمع اخبار من خياله ويقعد يتكلم، انا مش مطالب ان اقعد ارد على كل واحد، ففي الاخر يعني كل انسان حر في ارائه ما دام ما تجاوزش، لكن اي حد ايا كان مين الشخص بالنسبه لي انا لو وصل لي التجاوز بتاعه انا بعرف اوقفه عند حد كويس جدا، بدعي لهم بالهدايه دي اول حاجه، دي اول حاجه فعلا مش هزار، بيصعبوا عليا لانه ببقى متخيل انه هالشخص شاغل باله قوي بتفاصيل حياه غيره وقاعد بيتعب نفسه ومجهوده ومضيع شغله ونجاحه ومضيع وقته او مضيع فرصه انه مثلا عنده امتحانات اهله تعبين نفسهم عشان يصرفوا عليه وعشان يتعلم وعشان وعشان وعشان، انت متخيل واحد ممكن يبقى اهله متغربين ولا بيشوفوه كل فين وفين عشان بس يتعلم تعليم معين او عشان خاطر يوصل لمستوى معين، وده مضيع حياته كلها ماشي ورا انسان زيه لمجرد انه مشهور، انا ما بحترمش حد ملوش حد، ما بحترمش الشخص ده اصلا حتى في حياتي عموما، حتى لو حد بيكلمني انا ويبعت لي احلى اغاني عملتها ده كل اغاني السوق او الوطن العربي الحلوه بتاعتك، وهو لما بيوصل شيء من المبالغه يبتدي عليه بقى اكونتس معمول اسمي انا بقدر ده جدا، لكن لما بتزيد عن حدها بشكل انه مضيع وقته كله بقول له يا حبيبي خش ذاكر لنفسك فيد نفسك اشتغل عشان تنجح انت كمان، لو انت فرحان ان انا وشايفني انك ناجح انا مبسوط جدا باهتمامك، لو هتتكلم عن حد ما تقعدش تدافع عن نجم قوي وتدافع عن نادي قوي بشكل انك تقل قربك على الاخر، لانه الحميه والغل عندك ده بلدك هي الاولى بيها، انك تتكلم بحميه عن بلدك يا سيدي في كومنتات في هجمات معينه بتحصل على البلد مثلا في وقت معين، او ان انت تتكلم عن ابوك وامك وتعبهم معاك
اكتر ما تتكلم عن فنان انه عمل مشروع قد ايه، وانه اجتهد وانه تعب وانه استحمل وانه اشتغل شويه في بنزينه، لا اصل اشتغل شويه الحاجات اللي هي يعني دي. ما كلنا اشتغلنا على فكره في اقل حاجه واعلى حاجه، كنا اتمرمطنا وتعبنا واتبهدلنا، وده الطبيعي بتاعنا احنا رجاله على فكره. انت كنت لسه امبارح بتتكلم عن الشخص ده كويس لما كان على علاقه كويسه مع النجمه او النجمه دي. النهارده انت بدلت المواقف، والنهارده انت حسب مزاجك. فانا ما بركزش قوي، عشان كده بقولك مع السوشيال ميديا، ان انا مش هعرف اصلح الناس كلها، وانا اصلا محتاج اصلح في نفسي حاجات كتير. انا انفصلت فنيا عن ناس كتير جدا، وناس كتير جدا كان عندي مشاكل معاها في اوقات كتير جدا. الناس ما تعرفش الكلام ده على مدار 20 سنه او 18 سنه، الناس ما عرفتش الكلام ده واتصالحنا تاني. طب ما انا كان في خلافات زمان بيني وبين اليسا بشكل غير مباشر، وشكل كان في حاجات مفتعله فيه واتفهمت غلط، وكان في سوء تفاهم كتير جدا. حصل سوء تفاهم في حاجات كتير بسيطه جدا في وقتها، واحنا اصلا نسيناه وتجاوزناه. بقول لك ده من اكتر من 15 سنه. النهارده الحمد لله من اهم وانجح اغاني اليسا انا اللي عاملها لها في اخر كام سنه، وبحبها جدا جدا وبحترمها جدا جدا كانسانه وكفنانه، وشخصيه كويسه جدا جدا، وشخصيه لطيفه جدا جدا. فعايز اقول لك انه الخلافات او الانفصال الفني مش دايما بيدوم، هو مش دايما معناه انه في طرف وحش او طرف حلو، هو ممكن ما نلاقيش حاجه نقدمها بسيطه. قيسي بقى ده على الكوره كمان، مش معنى ان لعيب ساب نادي او لعيب ما بقاش يلعب او لعيب راح ما اعرفش فين فلازم بقى تحصل الدنيا ان هي يعني ان هي خناقه. هي مش خناقه، هو حظ بس المشاهير السيء ان هو اللي سبوت عليهم. ولكن احنا برضو ربنا بيدي من ناحيه تانية في شهره، الفنانين بياخدوا شهره، بياخدوا امتيازات كتير جدا، بياخدوا حب الناس، بياخدوا مساعدات ناس كتير جدا في حاجات كتير من حبا فيهم. فزي ما الناس بتاخد في الشهره برضو ليها ضريبه مش كويسه، لكن الناس لازم تبقى رحيمه بده، انه هو لولا ان السبوت محطوط عليا انا فانت شايف حاجات معينه، وممكن تبقى الحاجات اللي وصلك دي غلط، ممكن يكون التوجه اصلا انه في اذيه لشخص او بسوق صوره حد. لو انا قلبت السبوت ده وقلبت الكشاف ده على الشخص اللي ورا الكاميرا نفسه، ممكن الاقي مشاكل وانا الاقي فضايح اكبر بكتير، لكن هو بيبقى ساتر ربنا مش اكتر ولا اقل يعني. بصي انا ما عنديش اي خلافات مع حد شخصيا، انا بتمنى الخير للناس كلها، وانا مش حابب ارد على الكلام او السؤال ده، واتسالت مؤخرا كتير جدا عن اسامي بعينها وعن بعض الخلافات الشخصيه. انا ما عنديش مشاكل مع حد ممكن اقولها على الملا. بتمنى الخير للناس كلها، واتمنى لهم التوفيق والنجاح واستمرار النجاح. وانا شايف انه الجمهور دايما، جمهور الفنانين دول الفنانين كبار دايما، الجمهور يهمه الاعمال الفنيه ويهمه اللي بيقدموه ويهمه النجاحات دي اللي احنا نتكلم فيها. لكن انا مش حابب اتكلم خالص في اي حاجه خلاص عدت وفات عليها وتجاوزناها وكملنا ونجحنا وخدنا جوائز وكلنا اشتغلنا، والناس يعني محدش بيقف عند 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 محطه، كله بيكمل والحياه بتكمل، ودي نعمه ربنا علينا على فكره انه الحياه بتمشي يعني. فربنا يصلح حال الناس كلها. وانا حتى ما بزعلش اذا كان سؤالك عن تقلب بعض الجمهور في فتره معينه وتغييرهم معايا، او انه يعني يحصل انه شويه معاك شويه مش معاك. انا يعني انا مسامح الناس كلها، انا ما عنديش مشاكل مع حد، وببقى متفهم ده، متفهم انه في الاخر في حد بيسبورت، حد بيحب حد قوي، فممكن يطلع بيك السما، ممكن شويه يقلب عليك لو انت مش معاه او كده، ده وارد جدا وبيحصل عادي جدا. انا بتمنى الخير للناس كلها. القرار متاخد من بدري، تغيير الذوق العام، الماتيريال نفسه، تغيير الماتيريال نفسه اللي بيتقدم من كلام ومن لحن، شويه اخلق ودى الذوق في حته معينه في منطقه معينه. انا بقيت شايف انه انا بقدم حاجات معينه، شايف ان هي ممكن يبقى ليها مكان دلوقتي، لكن انا مش واخد الموضوع عشان انا عايز اقف في الصف او عايز اقف في وسط الناس او عايز انافس حد. انا بعمل نفس ممكن نقول مثلا كفكره زي الفنان حميد الشاعري، هو راجل موزع وغنى وكان في نفس الوقت بيعمل اغاني لناس تانية كتير جدا. هي نفس الفكره، الموزع اصله موضوع مش المزيكا، انا قلت دايما الكلام ده، المزيكا بحر، الموزع ده بيعمل مدارس كتيره جدا. فممكن اعمل لحمائي المزيكا بتاعته اللي بعملها له، واعمل لتامر المزيكا بتاعته زي ما بعمل لرامي جمال، زي ما بعمل لشيرين، زي ما بعمل لاصاله، لاليسا، بعمل لاي حد المزيكا بتاعته. دي مزيكا، ده بحر كبير جدا. انا مش ملحن هعمل جمله فهيبقى الموضوع بالنسبه لي ان انا بطلع جمله شبهي انا فهتليق عليا اكتر فاشيلها لنفسي. لا، انا بغني شكل، انت بتغني شكل،
انا بعمل لك الشكل بتاعك، بقول لك حميد الشاعري كان بيوزع للناس كلها وبينزل برضه بالالبوم بتاعه. فهي الفكره انت وخبراتك هنا ان يبقى ليك شكلك. انا مش نازل اغني بالبومز واغاني كتير وانا مش داخل الموضوع كده، انا عندي افكار معينه عايز اقدمها جنب شغلي كموزع. شايف ان الافكار دي ممكن تبقى دلوقتي وقتها ان احنا نرجع تاني للمنطقه دي. بس الاغنيه كلام نادر عبد الله طبعا، شاعر كبير، والحان شريف بدر ملحن موهوب جدا، وتوزيعي طبعا وانتاج وليد منصور. فاحنا شغالين دلوقتي على الستوري بورد بسبب كورونا في بعض البلاد يعني كده اللي كنا هنصور فيها، اتاخرنا شويه بان احنا ننفذ ده. لكن الاغنيه الحقيقه برضو انا ما نزلتهاش في وقتها لانه انا برضو عندي حاجات تانية شغال فيها بصراحه لزمايلي، يعني ناس كتير جدا شغال لهم زي روبي، زي رامي جمال، في لؤي، في كان في نانسي عجرم، في جاسمي، في اكتر من حد انا شغال الفتره الاخيره، مش عايز انسى حد. تامر علي الملحن طبعا بيعمل اول البوم لي برضو شغال فيه، هيثم شاكر، مش عايز انسى حد يعني، ولكن في اكتر من حد شغالين ان شاء الله. فده برضو هو ده اهتمامي، انا في الاخر راجل بروديوسر، انا يعني راجل بتاع مزيكا يعني موزع. انا بحب المزيكا بشكل عام بقى، في غنى، في توزيع، بدي دايما الاولويه في اللي انا حاسه النهارده. النهارده عايز اعمل مزيكا بعمل مزيكا، النهارده عايز اغني بغني. بس في البيت عندي الدنيا نازله كده بهدوء وبتاع. فحتى الاقي ياسمين، لا الولاد بعيدوا خالص عن باباك النهارده، محدش بقى يصحي بدري، هو بيبقى عارفين عندي شغل مهم. فده التمهيد اللي بيحصل عشان خاطر ابقى اموت عشان انجز الشغل بتاعي. فلكن انا مودي جدا جدا.